السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد روى الإمام الطبراني رحمه الله في معجمه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع ومشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار. فليس الحديث عن القرآن والوقوف مع آياته مما يجعله المرء سامراً يمضي به ليلة، وإنما هو من القربات العظام والباقيات الصالحات التي يتقرب بها العبد محاضراً أو سامعاً إلى ربه جل وعلا. وفي هذا الجامع المبارك سنشرع إن شاء الله في دروس علمية متعاقبة في ليلة واحدة عبر مفردات قرآنية نتلمس كيف جاءت في كتاب الله. ومعلوم أن أهل العلم قبلنا رحمة الله تعالى عليهم عظمت عنايتهم بمفردات القرآن، فهذه الدروس تأتي تباعاً كما بينا في ليلة واحدة توطئة لأمر نعزم إن شاء الله على إقامته إذا يسر الله بعد حين. الدرس الأول حول المفردة بقي. البقاء ورد في كلام الله عز وجل كثيرا. قال الله عز وجل عن خطيب الأنبياء شعيب قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم. فأضيفت مفردة بقية إلى رب العزة إضافة تشريف، كما قال الله عز وجل: بيت الله، ناقة الله، وهذا كله مذكور في القرآن. والمعنى أن ما ينجم لكم من ربح حمدت طريقته شرعا خير لكم مما تنالونه إثما وزورا وإفكا وتطفيفا في الكيل وبخسا في الميزان. فهذه إحدى مفردة بقية في كلام الله جل وعلا. وقال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحرث حرثان: حرث الدنيا وحرث الآخرة. فأعظم حرث الدنيا المال والبنون، فالمال جمال ونفع والبنون قوة ودفع. وأما حرث الآخرة فكما أخبر الله عنه: الباقيات الصالحات. ومعنى الباقيات الصالحات أنهن من زاد القبر وعدد الآخرة، من زاد القبر وعدد الآخرة، أي أنها تبقى لصاحبها بعد موته، وهذا الذي تنصرف إليه الهمم ويقوم الإنسان والعاقل به، يتقرب إلى الله عز وجل به حتى يعلم فضل الله جل وعلا عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالباقيات الصالحات، فبعض أهل العلم يقصرها بادي الرأي على الذكر المعروف: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه آثار تروى عن سعيد بن المسيب يرفعها حيناً إلى الصحابة، وقد ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف بين العلماء في سند تلكم الروايات. وبعض محقق العلماء من المفسرين يذهبون، وهذا الحق،
إلى أن المراد به كل عمل صالح شرعه الله وأراد العبد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. نور لماذا؟ نور للمؤمن في قبره، نور للمؤمن في قبره. وقال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، لأن الإنسان إذا تصدق فذلك دليل عظيم على حسن ظنه بربه، وأن الله يخلفه خيرا مما أعطى. وقال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. بل قال بعض أهل العلم: وليس في المسألة نص صريح مرفوع، لكنه مما ذكر، قالوا: إن جميع أبواب الجنة من مصراعين إلا باب الصبر، فإنه مصراع واحد لقلة الصابرين. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقال الله عز وجل هنا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن الإنسان كلما عظم يقينه بلقاء الله وبأن هناك حياة برزخ لا محالة يعظم إقباله على الطاعات، وكلما عياذا بالله خفت قل يقينه إيمانه بلقاء الله يلزم من ذلك أن يقل العمل الصالح منه. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في قبره يقام من قبره فيقوم غير فزع ولا مشعوف، والمعنى واحد، أي لا يعتريه حزن ولا خوف، فيسأل في قبره فيما كنت فيقول: كنت في الإسلام. فيسأل عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بالبينات فصدقناه. فيقول له الملك: هل رأيت الله؟ فيقول: لا ينبغي لأحد أن يرى الله، يقصد فيما مضى من الدنيا، لا ينبغي لأحد أن يرى الله. فتفرج له فرجة فيرى النار يحطم بعضها بعضا، فيقال: انظر إلى مقعدك في النار نجاك الله منه. ثم تفرج له فرجة على الجنة فيرى زهرتها وما فيها، فيقال: هذا مقعدك في الجنة وستصير إليه. ثم يقال له: على اليقين كنت، وعلى اليقين مت، وعلى اليقين تبعث إن شاء الله. من جعل هذا كله نصب عينيه يوفق للعمل الصالح، يؤتى من الله عز وجل عونا، أن يرزقه الله عز وجل التوفيق لكل عمل صالح. ولا يمكن لمحب أن يوصي محبا محبوبا له بأعظم من أن يبقي على الأعمال الصالحة التي تكون له زادا عند الله جل وعلا. فإن المال إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك، وأما النساء فهي اليوم لك وغدا لغيرك، وأما السلطان والحكام والأمراء فقد يكون اليوم لك ومعك وغدا قد يكونون عليك، ولا يبقى شيء ينفع المؤمن، ينفع أي أحد، ينفع المؤمن بعد موته إلا العمل الصالح. ولهذا قال أصدق القائلين: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. جاء لفظ الباقيات في سورة القصص، قال أصدق القائلين: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وتفسير الآيات يقول رب العزة: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. الله عز وجل لا يحاسب العباد بعلمه عنهم، لا يجعل علمه جل وعلا حجة على عباده، وإلا الله عز وجل علم قبل أن يبعث الرسل من المؤمن ومن الكافر. لكن الله عز وجل لأنه تقدس تنزه عن الظلم لا يجعل علمه عن عباده حجة عليهم، وإنما يبعث الرسل فيكون الإنذار ويكون الإعذار،
ثم بعد ذلك يكون الجزاء على ما كان من العبد من قبوله الرسل أو من عدم قبوله للرسل. فقال الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. يبعث الله عز وجل في أم كل قرى رسولا يبلغهم ويبلغ من حولهم. ولما كانت مكة أم القرى كلها قال الله بعث الله عز وجل لها خير الأنبياء وسيد الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وقال له وعنه: لتنذر أم القرى ومن حولها. فمضت سنة الله عز وجل في خلقه أن يبعث الرسل ويقيم الحجة على عباده. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا فيؤمن من يؤمن على بينة ويكفر من يكفر على بينة. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ثم قال جل وعلا، والخطاب لأهل مكة في المقام الأول: وما أوتيتم من شيء مما ترونه حاضرا مما أتاكم الله من زينة وأموال وغير ذلك من متاع الدنيا. قال الله عنه: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، أي أنه متاع لا بد أن يزول، لا بد أن يمضي، لا بد أن ينتهي، لا بد أن لا يبقى له قرار. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته. ثم قال: وما عند الله خير وأبقى. ففضله الله عز وجل على متاع الدنيا من وجهين: ليس بين أيدينا من متاع الآخرة إلا الأسماء، فما عند الله عز وجل في الجنة جل وعلا من نعيم في الجنة خير كل الخير عما في أيدي الناس اليوم مؤمنهم وكافرهم من متاع الدنيا. ثم قال جل وعلا: وأبقى، أي خالدا باقيا. وهذا الخلود سواء فيه أهل الجنة وأهل النار. ربنا عز وجل قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وهذا ذكره القرآن في مواضع كثيرة: خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. المقصود من هذا بيان ما فضل الله عز وجل به متاع الآخرة على متاع الدنيا. فقال جل وعلا: فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ومعنى أفلا تعقلون هذا استفهام إنكاري: أفلا تعلمون أن الباقي خير من الفاني. أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني فتعملون له، أفلا تعقلون. ثم قال جل ذكره: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. من الذي وعده الله وعدا حسنا؟ وما الوعد الحسن؟ الذين وعدهم الله الوعد الحسن المؤمنون. والوعد الحسن من الله المغفرة والرزق الكريم والجنة وما يتبعها من نعيم. فقال الله عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. كيف فهو لاقيه؟ لاقيه حقا لا محالة. إن الأحرار أهل المروءات، الشرفاء، السلاطين، الأمراء، الكبراء من أهل الدنيا يأنف أحدهم أن يخلف وعده، فكيف بالله جل جلاله؟ والجنة أعظم وعد وعده الله عز وجل عباده. ومنذ أن أهبط آدم إلى الأرض إلى أن يطوى وشي الإسلام ويرفع القرآن وتهدم الكعبة سيبقى المؤمنون يسألون ربهم الجنة. قال الله: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي يسأله عباده إياه في الدنيا أن يدخلهم إياها، ويسألونه في الآخرة، يعني يكون منهم بلسان الحال لا لسان المقال، أن يدخلوها. ولذلك إذا حشر المؤمنون يوم القيامة يرون باب الجنة مغلق، يرون باب الجنة مغلقة، فيفزعون إلى أبيهم آدم: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة. فيقول عليه السلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة، فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت
ألا أفتحها لأحد قبلك فيفتحها فيدخل صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الأنبياء ثم المؤمنون معه صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم آيات القرآن التي يرجو المؤمن من ربه حظاً عظيماً منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شيئان لا يستريح المؤمن حتى يتمهما الله له، الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. أما الذي في الدنيا فالموت على الإسلام، فما خاف الصالحون المؤمنون المتقون من شيء أعظم من أن يسلبوا الإسلام قبل أن يموتوا. تقول أم المؤمنين أم سلمة لما سئلت: ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتك؟ قالت: كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا في الدنيا، لأن من مات على الإسلام موحدا لربه يقينا لن يخلد في النار هذا إذا دخلها. وأما الثاني فهو عند مرور العباد على الصراط، فإن عند مرورهم على الصراط يسلب المنافقون النور الذي أوتوه، فيخاف المؤمنون على أنفسهم. فقال الله في هذه الآية الجامعة المانعة: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا خلف المؤمن صراط جهنم وراء ظهره هناك يستريح، ولا راحة للمؤمن حتى يخلف صراط جهنم وراء ظهره. قال الإمام مجاهد رحمه الله: لا تتم نعمة الله على عبد حتى يدخله الجنة، اللهم أدخلنا برحمتك الجنة. فهذا من معاني قول الله عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. ثم قال جل وعلا: كمن متعناه متاع الحياة الدنيا لم نجعل له حظا من عمل صالح، لا يعرف المسجد فيأتيه، ولا صلاة الليل فيقومها، ولا رمضان فيصومه، ولا البيت الحرام فيحجه، ولا يعرف من ذلك شيئا. قال الله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك كله ثم هو يوم القيامة من المحضرين. محضر أين؟ محضر في النار، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. الله عز وجل قال عن ذلكم العبد الصالح: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي لكنت من المحضرين في النار. فمعنى قول الله عز وجل ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي من يحضر، قال بعض العلماء للجزاء، لكن هذا فيه قصور، والأكمل أن يقال أنه محضر في النار أعاذنا الله وإياكم منها. هذا من مفردة البقاء في القرآن. وردت مفردة البقاء في سورة الرحمن. الله عز وجل قال في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، حتى قال جل وعلا بعدها: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، إخبار عن نعمة،
عن فضل، لأن الآلاء هي النعم. ثم يمضي السياق القرآني على هذا النحو حتى قال رب العزة: ولا أحد أصدق من الله، قال: كل من عليها فان. كل من ألفاظ العموم في القرآن، ويعرف من سياق الحال، فقد يستثنى وقد لا يستثنى، فيدل الاستثناء قرينة الحال. قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، والمعنى ما يقبل التدمير، بقرينة قول الله عز وجل بعدها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فمعنى ذلك أن المساكن لم تدمر. وقال عز وجل عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وليس المقصود أن كل شيء خلقه الله كان لدى بلقيس. هنا قال الله عز وجل: كل من عليها فان، عليها عائد على الأرض، لأن الله قال قبلها: والأرض وضعها للأنام. فقول ربنا هنا: كل من عليها، أي من على الأرض، فان، أي هالك ميت لا محالة. ويروى أنه لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك بنو آدم. فلما أنزل الله عز وجل قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، علمت الملائكة أنهم سيموتون كما سيموت بنو آدم. لما أنزل الله: كل من عليها فان، قالت الملائكة: هلك بنو آدم. فلما قال الله عز وجل في بعد ذلك: كل شيء هالك إلا وجهه، دخلت الملائكة في هذا العموم، لأن هذا العموم غير مقيد بالأرض، لم يقل الله: كل من عليها، كما قال في سورة الرحمن. فعلمت الملائكة أنهم سيموتون، فقال رب العزة: كل من عليها فان. ثم قال: ويبقى. وهذا لفظ البقاء، وهذا البقاء في أكمل حالاته، لا تشوبه نقص. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام أهل لأن يطاع فلا يخالف، وأن يصدق فلا يكذب، وأن يحمد ويعبد تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقال بعض العلماء في معناها: هو الذي لا يفقد عبيده جلاله، هو الذي لا يفقد عبيده جلاله، وهذا معنى حسن. فأما قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، فهذا قطعا فيه إثبات صفة الوجه لله تبارك اسمه وجل ثناؤه، مع عدم علمنا بكيفية ذلك. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا شيء أبداً بلا استثناء، أعظم من وجه الله. تعلمون عن كعب الأحبار، يهودي من أهل اليمن، أسلم وكان كثير العلم، فعظم في الإسلام، وقربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين. كان يقول: لولا كلمات كنت أدعو بها لسحرتني يهود. كان يقول في دعائه: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. وأيًا كان في حال كعب رضي الله عنه، إلا أن المقصود بيان قول الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه بعض الآيات في مفردة البقاء والعلم عند الله. الدرس الثاني حول مفردة العزل في القرآن. العزل في اللغة ترك الشيء والانفكاك والانفصال عنه، إما حسًا وإما معنى أو بهما معًا، فمثال الترك بهما معًا قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام، قال ربنا عنه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. والمعنى أنه ترك قومه بجسده وروحه واعتزلهم بالكلية، لا يحبهم لا يودهم، ولم يقربهم لا بجسده ولا بروحه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وكان هذا
بعد أن حكموا عليه بأن يُحرق فنجاه الله، فلما نجاه الله عز وجل قال كما قال الله عنه: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فترك قومه إلى الأرض المباركة إلى أرض الشام. فهذا اعتزال بالروح واعتزال بالجسد واعتزال بالعقيدة من باب أولى. فهذا أحد معاني الاعتزال. ويأتي الاعتزال بالجسد دون الروح، ويأتي الاعتزال بالجسد دون الروح، بمعنى أنه قد يتأتى عليك أحياناً أن تعتزل أحداً جسداً، لكن لا يعني ذلك أن تترك مودته أو محبته أو غير ذلك مما يترتب عليه. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: فلما آسفونا، قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. فاعتزال النساء لا يكون بالروح وترك المودة والمحبة، وإنما اعتزلهم الإنسان جسداً لا روحاً، لا يترك مودته ومحبته وإكرامه لزوجته، وهذا ظاهر لا نقف عنده. كذلك يأتي العزل يصاغ منه اسم المكان فيقال معزل. قال الله عز وجل في كتابه العظيم في خبر نوح، وهذه ننيخ المطايا عندها ونفسر الآيات، قال الله: نوح عليه السلام أول رسل الله إلى أهل الأرض، وليس أول الأنبياء، فأول الأنبياء آدم، لكن الله لم يبعث رسولاً قبل نوح، ولهذا يقال له في يوم العرض: أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. الله عز وجل بعثه بشيراً ونذيراً، ثم أخبره أنه سيهلك أهل الأرض بالطوفان، فأمره جل وعلا أن يصنع فلكا. قال الله تعالى عنه: ويصنع الفلك، أي السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه، الملأ أشراف الناس، سخروا منه لأحد سببين: إما أن يكون أن الناس إلى يوم ذاك 10 قرون لا يعرفون ما السفن، وهذا بعيد وإن كان محتملا، فسخروا منه أنه يصنع شيئاً بهذا الحجم بهذا الكبر في البر. والأمر الآخر أن الناس يكونون قد علموا ما هي السفن واستعملوها، لكنهم يرونه يصنع فلكاً كبيراً في البر، فعلى كلا الحالين سخروا منه عليه السلام. قال الله عز وجل: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا، لأننا صنعنا الفلك، فإننا نسخر منكم كما تسخرون. يسخر منهم في الدنيا ويسخر منهم في الآخرة. يسخر منهم في الدنيا عند الغرق، ويسخر منهم في الآخرة عند الحرق. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إلى غيرهن من الآيات. فيسخر المؤمنون من قوم نوح من الكفار وقت الغرق، ويسخر المؤمنون جملة من أهل الكفر عند الحرق. قال الله عز وجل في خاتمة سورة المطففين: على الأرائك ينظرون، ثم قال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فالجزاء من جنس العمل. فهذا معنى قول الله: نسخر منكم كما تسخرون. ثم قال: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. يوم القيامة ليس فيه إلا أحد حالين: إما خزي وإما كرامة. قال الله: من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، سماه الله أمر ليبين عظمة الأمر وهوله، فقال جل وعلا: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، واختلف العلماء في التنور. والأصل في قواعد التفسير كما حرره الطبري وإن كان خالفه في آخر تفسيره أن كلام الله يُحمل على ظاهره، فالأصل في التنور ما يوقد فيه، هذا الذي تعرفه العرب من كلامها. ولما كان مظنة ما يُخبز فيه ويوقد مقام نار أبعد ما يكون على أن ينبع فيه ماء، فإذا نبع الماء من التنور كان علامة جعلها الله لعبده نوح
على أن يعلم أن الطوفان قد قرب، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها، أي في السفينة. وقوله جل وعلا فيها يدل من وجه أو آخر وقرينة وقال اركبوا فيها على أن نوحاً جعل البشر الذين معه لم يجعلهم على ظهر السفينة، ولهذا قال وقال اركبوا فيها ولم يقل وقال اركبوا عليها، مع أن الله قال لنا في الزخرف لتستووا على ظهوره لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فقال الله عز وجل هنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وهذا بيان لمنزلة نوح عند ربه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال الله بعد ذلك أخبر الله أنه جاء فار التنور، قال وقال اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله مجريها ومرساها أي على بركة الله تجري وعلى بركة الله ترسو. واعلم أيها المبارك أن اسم الله عظيم، ومتى ما قرن المرء أحواله باسم الله نجا، وفي الحديث ولا يثقل مع اسم الله شيء، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هنا قال نوح وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم أي السفينة في موج كالجبال، الكاف للتشبيه. وهذا تستفيد منه أنه لا يلزم عند التشبيه أنه يراد وجه الشبه من كل حال، هذا محال، وإنما المراد أن ارتفاع الموج في البحر في الطوفان كارتفاع الجبل على الأرض، وليس المقصود أن الأمواج مثل الجبال على كل حال، هذا محال، لأن الجبال كما قال الله عنها والجبال أرساها ثابتة لا تتحرك، في حين أن الموج مضطرب، وإنما المقصود ارتفاع الأمواج كارتفاع الجبال. وهذا يعينك على فهم كثير من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفقه قواعد العرب في كلامها. أنت تقول في كلامك تريد أن تمدح أحدا من الناس على أنه شجاع فتقول زيد كالأسد، لا يفهم السامع منك إلا أنك تقصد الشجاعة، لا تقصد أن زيداً يشبه الأسد من كل وجه، أنت بهذا ذممته ولم تمدح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. والمقصود من الشبه أن الناس لا يزدحمون على رؤية القمر، كل يراه بسعة، فكذلك رؤية وجه الله عز وجل تكون ميسرة لأهل الجنة كما يتيسر لهم في الدنيا أن يروا البدر، وليس المقصود قطعاً، ولا يقع هذا في خلد مسلم، تشبيه الله عز وجل بالقمر، فهذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصده. ومن هنا تفقه هذا من الآية وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. ما الذي بعث نوحا على أن ينادي ابنه؟ الآية تبينها، الله عز وجل يقول ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. هناك مؤمنون، أين هم؟ أجيبوا، في السفينة. وهناك كفار بعيدون عن نوح، بقي ابن نوح ليس مع أبيه والمؤمنين في السفينة وليس مع الكفار، فلهذا قال الله عز وجل ونادى نوح ابنه وكان أي الابن في معزل، فلما كان الابن في معزل ارتاب نوح فيه وغلب على ظنه أن ابنه لم يرد أن يذهب إلى الكفار، فطمع بشفقة الأبوة على أن يدعو ابنه إلى أن يركب معهم في السفينة. قال الله ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهذا يؤيد هذا المعنى أن نوحا خاف على ابنه أن يزدلف إلى الكفار فيبقى معهم ويترك أباه والمؤمنين الذين معه، قال له ولا تكن مع الكافرين. أجاب الابن أباه بقوله كما قال الله عز وجل وكان مع الكافرين ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الكلام من الإبن يستقيم في حالة واحدة، لو كان هذا الطوفان يجري على سنن الله الماضية في المياه إذا جرت فيكون الصنيع منه صنيع محكم، لأن الناس إذا جاء الماء جاءت السيول فرت إلى الأماكن العالية
وليس هناك أعلى من الجبال. فمنطق الإبن هنا معقول، لكن هذا الطوفان لم يبعثه الله على مثل سننه الماضية، إنما بعثه الله ليهلك به كل كافر، فلا ينجو منه إلا من كتب الله أن يكون مع نوح في السفينة. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فبين الوالد نوح لابنه فقه الأمر، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لم يسمه ماء ولا طوفانا ولا سيلا ولا شيئا يجري، سماه أمر الله ليبين هول الأمر عظمته، حتى يكون ذلك أدعى لأن يقبل الابن منه، لكن الهداية بيد الله. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يقول أهل الصناعة الروحية: من العصمة ألا من يكمل، من العصمة ألا تقدر. أحياناً عندما يسلبك الله القدرة هذا نوع من العصمة لك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بعض العباد يريد الله به خيراً فلا يجعله ذا قدرة حتى يسلم من المعاصي. ومن أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر في عصمة الله عز وجل له من معصية يرغبها. رأى الحسن البصري قوماً يعصون الله، قال: هانوا على الله فخذلهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. فمن أمارات حب الله للعبد أن يحول بينه وبين ما يشتهي من المعاصي فيعصمه عنها حتى لا يقع فيها، فإذا نجا منها نجا من مواطن نقم الله. فإذا أراد الله أن يرفع درجته أظهر له جل وعلا: أنني عصمتك من هذه المعصية، فيزدلف إلى ربه بالحمد والشكر. ثم بعد ذلك إذا أراد الله أن يضاعف رفع درجة هذا العبد وفقه ضد ما كان يعزم عليه من المعصية بالكثير من الطاعات. ولو خالطت الناس وسمعت منهم، فكم لله من عبد صالح عزم أول ليله على الفواحش فلم يبت آخر الليل إلا وهو قائم يصلي بين يدي ربه. فالذي حال بينه وبين المعصية الله، والذي هداه لأن يقف يصلي الله، وفي هذا كرامة من الله جل وعلا له. فقد قلنا وما زلنا نقول وسنبقى نقول: إن من أعظم الكرامات أن يحول الله بينك وبين أن تعصيه. وحتى إذا وقعت المعصية قد يفتح الله عز وجل لك باب التوبة والندم فتندم على ما قد فات. فليست العبرة بنقص البدايات لكن بكمال النهايات. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج بين نوح وابنه، فكان أي الابن من المغرقين. الغرق يكون بسبب الماء وهو موت صعب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الغرق. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك أن أموت، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. الآن هذا فقه للحديث، خرجنا عن القرآن قليلا وإن كان المعنى متقارب. الغريق يواجه شيئا صعبا فيخشى عليه عند غرقه عافانا الله وإياكم أن يخرج كلمة قد يكون فيها هلاكه. فلما يموت الغريق وهو باق على دينه فقد نجا من فتنة عظيمة، لأن الروح تضطرب اضطرابا عظيما حال خروجها غرقا، ليست كمن تخرج روحه وهو مريض. فلهذا استحق الغريق أن يكون من الشهداء. ظاهر؟ الآن الشهيد في أرض المعركة يبتلى بالسيوف
يبتلى بالنار في زماننا. فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ليس بعد هذا ابتلاء. وجرت عادة الناس قديماً وحديثاً أنهم في لحظات الكرب يتذكرون أحب الناس إليهم. قال عن تره: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. فهو في وقت الاقتتال ولمعان السيوف وطعن الرماح تذكر أكبر من يحب، أكبر من لها مقام في قلبي، وكانت يومئذ عبلة. فالمؤمن إذا رأى ما رأى، أي أحد رأى ما رأى من هول الغرق، قد يتذكر أو يتعلق بالدنيا أكثر من اللازم، فيخشى أن لا يموت على خير. من هنا عد إذا نجا، عد في الشرع أن الغريق يعد شهيدا، ومثاله النفساء، فإن المرأة ترى في حملها ما الله به عليم. ربنا يقول كرها، ويقول وهنا على وهن، ويقول جل وعلا: فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فأمر النفساء ليس بالأمر اليسير. ولهذا إذا كتب الله لامرأة ما أن تموت في نفاسها عدت من الشهداء. فالغرم في سنن الله على قدر الغن، والغنم على قدر الغرم، لا يمكن أن تختلف سنن الله عز وجل في كونه. قال الله عز وجل هنا: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا قال الله الماء ولم يقل أمر الله، لأن الأمر الآن في انصهار، في انتهاء. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، وكان الله قد عز وجل قد قال قبلها: وفجرنا الأرض عيونا. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وكان الله عز وجل قال قبلها: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت أي السفينة على الجودي، جبل قيل في تركيا وقيل في العراق في الموصل وهو أقرب، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الذي يهمنا منه من هذه الآية كلها لفظ عزل في اللغة، والعلم عند الله. الدرس الثالث حول الفعل والمفردة بعث في القرآن. هذه المفردة جاءت بصيغة الماضي، بصيغة المضارع، بصيغة المصدر، كثيراً في كلام الله عز وجل. ويصعب أن نتناول كل آية ذكرت فيها، لكن نقف مع بعضها. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل قوم اصطفاهم الله عز وجل ليبلغوا للناس رسالاته، وينصحوا له في برياته. والله قال عنهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهم جم غفير، أنبياء الله جم غفير. وقيل إن الرسل منهم 314. إن صح هذا فإن هذا العدد يأتي في دراستك لكلام الله وسنة نبيه في 3 مواضع. جيش طالوت كان 314، جيش محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان 314، الرسل الذين بعثهم الله عز وجل كانوا 314، والعلم عند الله. وهؤلاء الرسل أولهم نوح، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. وكان ختم النبوة خلف ظهره أسفل كتفه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. وذهب القاضي عياض رحمه الله، وهذا مما وهم فيه عفى الله عنه، ذهب إلى أن هذا الختم الذي يرى على كتفه صلى الله عليه وسلم من الخلف هو من خيط الملك له
لما شق صدره وأخرج منه حظ الشيطان منه. وقد تعقبه القرطبي وتعقبه غيره بأن هذا غير صحيح، لأن الخيط الذي يرى منه صلى الله عليه وسلم كان في صدره، وإنما لم يصل شق الصدر إلى منتهى الظهر. لكن أهل العلم يقولون لآثار عدة، وإلها ذهب عمر بن عبد العزيز وغيره، إلى أن الشيطان إذا أراد أن يوسوس إلى بني آدم، موضع نزغات الشيطان، موضع وسوسته، يأتي للمرء من كتفه الأيسر، يعني هذا موضع تسلط الشيطان على بني آدم، فوضع هذا الختم على كتفه الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم ليعلم أن ليس للشيطان عليه سبيل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قول أقرب إلى المعقول والمنقول، ولا نجزم به، والعلم عند الله. لكن المقصود حول قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما نصب الله البراهين ولا أقام الموازين إلا ليعبد جل وعلا وحده دون سواه. قال الله عز وجل في سورة المائدة: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. الآية تتحدث عن قابيل وهابيل على قول المفسرين، وهما ابن آدم لصلبه. فالأول وهو قابيل قتل أخاه هابيل، ولم يكن قابيل بأعظم قدرة من هابيل، لكن الله عز وجل كتب لقابيل، وسيأتي بيان هذا، أن يقتل هابيل. ثم لم يدري ماذا يصنع بأخيه، فهذا الجسد لما بقي عنده تغير، فلهذا قال سماه سوءة، لأنه يسوء أن يراه، وقد تغيرت رائحته وتقطع جسده وهو لا يدري ماذا يصنع بأخيه. فبعث الله غرابا، أي جعل الله ذلكم الغراب يكون على مقربة منه بحيث يراه. فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فأخذ الغراب ينبش في الأرض. ولم يأتي في القرآن أن الغراب قتل غرابا آخر ثم واراه، لكن هذا فهم العلماء للآية، وقد يكون الغراب قد بحث في الأرض ووضع شيئا آخر، لا يلزم أن يكون الغراب قد قتل غرابا آخر، لكن هذا فهم بعض المفسرين للآية، وإلا القرآن لم يقل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، اللام للتعليل، ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. جعل الله عز وجل المعاصي شؤما على أصحابها، فلما تجرأ على سفك الدم الحرام جعل الله عز وجل من يعلمه جعله من أعظم الفواسق، فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لم يصبح من النادمين على قتل أخيه، وإلا كانت توبة، لكنه أصبح من النادمين على أنه لم يعرف كيف يواري سوءة أخي، ظهر عليه النقص والعجز، وهذا بداية خزي الله عز وجل له، وإلا العذاب في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. فهذا من أخبار الفعل بعد في القرآن. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، أن يقضي الله عز وجل بينهم، وهو حديث الشفاعة المعروف الذي يتدافعه الأنبياء. لكن التعبير القرآني جاء عسى أن يبعثك ربك، فإن المقام مقام عظيم وموئل كريم، يؤتيه الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن ينشد كيف ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تعلم أن شفاعته عليه الصلاة والسلام مطلب عظيم، ولهذا أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وبعض أهل الفضل يسمع الأذان ثم يقول بعده
اللهم رب هذه الدعوة التامة. لا يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلا بعد الصلاة عليه، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، عليه الصلاة والسلام يقول. ثم قال: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فظاهر من الحديث أن شفاعته صلى الله عليه وسلم عظيمة المطلب جليلة المقصد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعتي. الأمر الثاني وهو أن يكون الإنسان، وهذا قبل الأول، حقه أن يقدم عظيم التوحيد لربه تبارك اسمه وجل ثناه، بل لا حسنة أعظم من التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه وجبت له شفاعتي. قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. الحديث يعتريه من الإيمانيات ما لا نطيقه، فالوقوف عنده في هذا الحين على الأقل يكفي في أن يفقه الإنسان من حيث الإجمال معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، فيكون أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك عظيم هذه الكلمة، كما أن الموت في مدينته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها. وقوله عليه الصلاة والسلام: أو، ليست للشك. روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 7 من الصحابة، كلهم رووه بلفظ أو، فإذا قصد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأقوام وأن يشهد لأقوام. فقال العلماء: يشفع لمن كان مقصرا ويشهد لمن كان محسنا ممن كتب الله لهم أن يموتوا في المدينة، وغير ذلك من مطالب الشفاعة. كذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والموتى يبعثهم الله. وهذا هو البعث والنشور. والبعث والنشور، الطوائف في القرآن 3 من حيث الإجمال. طائفة أنكرت أن يكون للكون خالقا، وهؤلاء هم الدهريون القائلون الذين قال الله عنهم أنهم قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء لا يؤمنون أن هناك خالقاً للكون، ومشركوا العرب وهؤلاء يؤمنون أن هناك خالقاً للكون، لكنهم لا يؤمنون بماذا؟ لا يؤمنون بالبعث والنشور، فاتفقوا مع الدهريين في عدم الإيمان بالبعث والنشور. وطائفة هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، يؤمنون بأن الله خالق، ويؤمنون بأن الله يبعث من يموت، لكنهم أي اليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فهذه الطوائف الثلاثة التي حكم الله عز وجل وأخبر وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والمؤمن يؤمن بالبعث والنشور. قال الله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فهذا من ذكر مفردة بعث في القرآن. والبعث والنشور يكون على أرض، هذه الأرض قال الله عنها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يحتمل تبدل كلي، ويحتمل تبدل في الصفات، لكن متفق على أن الأرض التي يحشر الناس عليها ليس فيها معلم لأحد، ولم يسفك فيها دم، ولم يعصى الله عز وجل فيها، ولم يعصى الله عز وجل فيها. ويكون بعث الناس أن الأرواح تخرج من مستقرها. ومما نعلمه عن عالم الأرواح مما دل عليه الكتاب والسنة إجمالاً أن أرواح النبيين في أعلى عليين، وأرواح الشهداء الذين يموتون في المعارك مقبلين غير مدبرين يريدون وجه الله والدار الآخرة وإعلاء كلمته، هؤلاء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. هذا المقاتل في سبيل الله وهو يقاتل ألزم نفسه ساحة المعركة،
ولم يرد أن يخرج منها ميمنة ولا ميسرة ولا أن يعطي الأعداء ظهره، بقي مرابطاً مقبلاً غير مدبر. فلما أوقف نفسه وقصر قدماه على أن تبقى في أرض المعركة إجلالاً لله، جاءه الجزاء من عند الله، الجزاء من جنس العمل. يوضع روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. فذلك التقييد الذي حكم به نفسه يثيبه الله عز وجل أن روحه تسرح في الجنة حيث شاءت. أرواح المؤمنين في حواصل طير لكنها لا تسرح في الجنة كأرواح الشهداء حيث شاءت. تتصل الأرواح بالأجساد حيناً تنفصل وأحياناً، لا نملك أمراً يمكن أن يقال عنه ببيان. الله عز وجل لما ذكر البرزخ قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نؤمن أن هناك حياة برزخ، الله أعلم بكيفيتها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. ثم يأمر الله ملكاً يقال له إسرافيل عليه السلام، أحد رؤساء الملائكة الأربعة، يأمره الله أن ينفخ، فينفخ عليه السلام نفخة الصعق. قال الله: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى بعد 40، ينفخ عليه السلام فتخرج الأرواح إلى الأجساد، فتنبت الأجساد من عجب الذنب، تتكون تلتئم الأجساد حتى تكتمل. لما تكتمل يبعث الله عز وجل الروح، فإذا اتصلت الروح بالجسد الذي خرجت منه دبت فيه الحياة على أكمل أحوالها، دبت فيه الحياة على أكمل أحوالها. فيخرجون من القبور مؤمنهم وكافرهم يسبح بحمد الله. قال الله عز وجل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. لكن هذا التسبيح يقوله الكافر قدرا، لا يقوله عبادة، لا ينفعه، لأن زمن التكليف زمن العبادة قد انتهى. فيحشرون لا يدرون أين يمضون، يتقدمهم إسرافيل. قال الله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يمضون وكلهم بلا استثناء عراة، حتى الأنبياء والمرسلون والنساء والكبار والصغار، الكل عراة. قال أصدق القائلين: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال جل وعلا في الأنعام: كما بدأكم تعودون، أو قال في الأعراف: كما بدأكم تعودون. فيخرجون عراة. هنا وقت ذاك يأتي لباس التقوى، فيعطى كل واحد مما يكسو بدنه على مقدار ما كان يكسوه في الدنيا من التقوى. فأول من يكسى خليل الله إبراهيم. وأعظم ما ينفعك في هذا المعرفة أن تعلم كل واحد يمكن أن يضيع شيئاً استودعته إياه، لا يلزم أن يكون قد سرقه، لكن قد يكون نسيه فأضاعه. لكن أي عمل صالح تودعه الله تجده أضعاف يوم ما أودعته إياه. كن على يقين أن الخواتيم على ضربين، والخواتيم ميراث السوابق على ضربين، خاتمة حسنة وخاتمة سيئة. وقسما بمن أحل القسم، لا توجد خاتمة سيئة إلا ووراها دسيسة خبيثة خفيت على الناس من قبل، ولا توجد خاتمة حسنة إلا ووراءها خبيئة حسنة أودعها العبد ربه فردها الله عز وجل له أحسن ما تكون عند موته. اللهم اختم لنا بخير. ينبغي للعقلاء، للمؤمنين، للرجال، للنساء، للصغار، للكبار، أن يربي الإنسان نفسه على أن تكون له خبيئة عند الله يدخرها لنفسه يوم يلقى الله. إن صنعها يحاول هو في نفسه أن ينساها فضلاً على أن يحدث أحداً بها، فيحفظها الله عز وجل له. فإذا لقي الله آتاه الله عز وجل ما أودعه من عمل. وخير الخبايا والعلم عند الله الركعات في ظلمة الليل في الأسحار
التي لا يكاد أو ينبغي أن لا يراك فيها أحد، تخرج من فراشك بصرف النظر عمن ينام جوارك، إن كان زميلاً في غرفة، أو كانت زوجةً في مأواك، أو كان رفيقاً في سفر، أو غير ذلك، فتنسل من فراشك، وغالب ظنك أنه لا يراك إلا ربك، ثم تصلي لا ترجو بذلك إلا وجه الله، ثم يكون هذا العمل منك يبقى ديمةً كلما رأيت حالاً مثل هذا. هذه إحدى الخبايا التي يمكن أن تقع، وإلا الأمور واسعة، لكن المقصود مثل هذا يختم الله عز وجل للعبد له بخير، وقلما ترى أحداً ختم الله له بخير إلا وقد كانت له خبيئة عند الله. يقولون في السير عن الإمام مالك رحمه الله، مالك رحمه الله لم يكن يظهر عليه في مظهره الزهد في الدنيا، كان يلبس عمامة، يعتم بعمامة غالية الثمن، وقالوا خلف وراءه كذا وكذا وكذا، ذكروا أموالا وريشا وغير ذلك، كان في نعمة من العيش، يظهر هذا في مظهره، في بيته، في من يزوره، في الطيب الذي يطيب به، ويلحظ هذا كل من درس على يديه، ومع ذلك نشر الله علمه، وكتب الله لكتابه الموطأ قبولاً عظيماً إلى يومنا هذا، في حرم رسول الله يدرس الموطأ، ولم ينقطع تدريس الموطأ عبر القرون. قال أهل العلم إن الله عز إن يغلب على الظن، يقولون يغلب على الظن أن يكون لمالك خبيئة عند الله جعلت له هذا القبول في الأرض، وإلا ظاهره لا يدل على هذا. وهو رضي الله عنه رحمه ربه كان مرة في الدرس والناس عند قدميه، وكان رجلا عظيم الهيبة، يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. اثنان، هذا كلام زائد عن القصة، اثنان إن لم يكن لديهما هيبة لا ينتفع الناس بهم، السلطان والعالم، متى ما تخلى السلطان عن هيبته أو تخلى العالم عن هيبته لن ينتفع الناس بعلمهم ولا بحكمهم. فكان مالك رحمه الله عظيم الهيبة، ومع ذلك نزل أحد أبنائه من السطح ومعه حمام واضع إياه في قف وقد غطاه حتى لا يراه الناس، فالناس يضربون أكباد الإبل إلى المدينة ليأخذوا العلم عن أبيه، وابنه مشتغل بالحمام يطيره ويحمله من دار إلى دار. فلما رآه مالك قال لجلسائه: الأدب أدب الله ليس أدب الآباء والأمهات. ويروى عن عمر، وهذا خير من كلام مالك، أنه قال: الأدب أدب الآباء والصلاح صلاح الله. الأدب أدب الآباء، أنت تربي ابنك على الأدب لكن لا تملك صلاح، هذا شيء بيد الله. وأياً كان، فقول الإمام مالك وقول أمير المؤمنين عمر متقارب، إلا أننا نرى أن قول عمر في هذا أفضل، ومقام عمر لا يخفى على أمثالكم. والمقصود من هذا كله بيان فيما نتحدث عنه عن البعث والنشور. فيحشر الناس عراة، فيكون أول من يكسى خليل الله إبراهيم، ثم تتطاير الصحف وتنشر الكتب، ويجيء الجبار جل جلاله ليحكم بين خلقه ويفصل بين عباده مما هو مذكور بين في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله. الدرس الرابع والأخير يمكن أن يقال في لفظ شرح. الله عز وجل يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذه نقولها باقتضاب من إرادة الله عز وجل الخير لبعض عباده، أن يشرح صدورهم لعمل الطاعات فيتسابقون فيها. يقول ربنا: ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيرى الإنسان في نفسه رغبة في الطاعة وإقداما عليها. لكنني أضع قواعد عامة في هذا الباب، ينبغي أن تعلم
أن من أسباب حفظ الله عز وجل لدينك ألا تسخر من أحد في دينه. قال الله عن نوح: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الأمر الثاني أن تعلم أن دين الله عز وجل أيسر وأعظم سماحة مما قد يقوله البعض في محرابه أو في درسه أو في منبره. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالناس إماماً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يوم ذاك أميراً للمؤمنين، ومضت سنة الخلفاء الراشدين أنهم يصلون الصلوات الخمس بالناس. فصلى ذات يوم بالناس صلاة الفجر، ثم ذهب إلى نخل وزرع له ناحية في ناحية من نواحي المدينة يقال لها الجرف، باقية إلى الآن وفيها نخل. فلما بدأ يشرع في زرعه ونخله لاحظ أن على إزاره بقايا مما يقذفه الرجل مما هو معروف، فلما رأه على إزاره وكان قد صلى بالناس والشمس قد ارتفعت، قال رضي الله عنه وأرضاه: سبحان الله، حلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت. ثم دعا بماء فغسل به ما رآه على إزاره، ونضح ما توارى أي بعد، ثم توضأ، اغتسل ثم توضأ ثم أقام ثم صلى رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى فقه هذا الخليفة الراشد والصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وانظر إلى كيف تعامل الناس ممن حوله مع ما وقع، فلم يقدح منهم أحد في فهم أمير المؤمنين ولا في ذهنه ولا في تقواه ولا في ورعه، وإنما يعلم كل الرجال أن الرجل يكثر احتلامه إذا بعد عن زوجته. فهو رضي الله عنه وأرضاه لما آلت الخلافة إليه شغله هم الخلافة على أن يأتي أهله، فأضحى كثير الاحتلام من هذا الباب. لكن انظر إلى فقه رضي الله عنه وأرضاه ويسر الدين وتعامل من كان في ذلك المجتمع الطاهر مع أمير المؤمنين عليه السلام، والمقصود بيان سماحة الإسلام في التي ينبغي أن تشاع. الأمر الثالث أن يبتعد الإنسان ما أمكن عن نزغات الشيطان. الله عز وجل قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وهذا قد قيل في زمن الصحابة، لأن القرآن المخاطب به أولا هم الصحابة. وقد ظهر في زماننا هذا كثيرا، ظهر في زماننا هذا كثير من الأدعياء ممن يحاول أن ينزغ بين الراعي والرعية، بين العلماء والرعية، بين العلماء بعضهم بين بعض. وقد يكون هناك من ينزغ بين الرجل وأبنائه، بين الجار وجاره، ممن يحاولون أن يبثوا فرقة أو يحدثوا فتنة أو يثيروا ريبة. فهؤلاء العاقل لا يلتفت إليهم طرفة عين ويتأدب بأدب القرآن. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. جُبل الناس على أن يحسدوا كل من رُزِق فضلاً من الله، إن كان من مال أو علم أو ملك. الله قال: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً. والعربي في حكمه يقول: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل. فجُبل الناس على هذا، جُبل الناس على حسد العالم إذا كان الله قد كتب له توفيقاً أو قبولاً، جُبل الناس على حسد الرجل إذا كان أعطي ثروةً أو مالاً. أم رومان زوجة أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها لما أردت أن تهوِّن الأمر على ابنتها عائشة، قالت عائشة لها: أو تكلم الناس؟ قالت: يا بنية، إنه قلما يكون لامرأة حظ عند زوجها إلا أكثر عليها الناس. هذا شيء فطري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لما تحدثوا في أسامة بن زيد، قال: لئن طعنتم في إمرة أسامة فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل. فعندما يجنبك الله عز وجل مثل هذا في قلبك ينبغي أن تتجنبه في سمعك. فلا ينبغي أن نصغي السمع لكل من يحاول أن يفرق جمعنا أو أن يشتت شملنا أو أن ينزغ بيننا وبين ولاة أمرنا.
وفقنا الله وإياهم لكل خير، ورزقنا الله وإياهم البطانة الصالحة، وأصلح الله بهم البلاد والعباد، وهم مؤتمنون على الأمة قائمون بالأمر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولن يسلم أحد من خطأ أخطأ من قبلهم وسيخطئ من بعدهم، ولا يمكن لأحد أن ينال الصواب كله. قال الله عن كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال ابن رجب في عواقبه في قواعده: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والسعيد والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. هذه سنن لا تتبدل لا تتغير. وقد يقال عن أي أحد ما هو منه بريء براءة الشمس من اللمس أو براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لكن يتناقل الناس في الأحاديث في الركبان أقاويل لو وقفوا عندها لعلموا أنها ليست من الحق في شيء، لكن جبل الناس على أن يتلقون بأفواههم ويقولون بألسنتهم، والله يقول عن هذا وأضرابه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن من أعظم مناقب الإمام البخاري رحمه الله أنه قال عن نفسه: إنني أعلم من نفسي أن الله لن يسألني عن أحد اغتبته منذ بلغت. فمنذ أن بلغ، منذ أن جرى عليه قلم التكليف، لم يغتب أحدا حتى وافاه الأجل. وهذه منة عظيمة، كيف أن الله عز وجل يحفظك من أن تقع في أعراض الناس. وأنت ترى في زماننا هذا جرأة الناس على الكذب، جرأة الناس على قالة السوء، جرأة الناس على التشكيك في ذمم الغير، إلى غير ذلك ممن لن يسألك الله عنه. والأول الموفق يقول: لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تلها علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. فإذا أصلح الله ما لديك لا يضرك جهل زيد أو علم عمر أو غنى محمد أو ملك أحمد، كل ذلك لا يضيرك، لأنك لن تسأل عنه، والله لن يسألك في قبرك عن فرعون وهو ملعون في كتاب الله: هل لعنته أو لم تلعنه. هذا كله مما ينبغي أن يحتاط المسلم والمرء له، هذا في القواعد العامة. كذلك من الأمور التي مما ينبغي التنبيه عليها قضية أن الإنسان يعلم عظيم حق والديه عليه، فقد جعل الله الوالدين بابين عظيمين من أبواب الجنة، وتوفيقك في النهار والليل غالبه على قدر إحسانك لمن وصاك الله بهما. الله عز وجل لا يكثر الوصايا في أمر هين، وقد وصى الله بالوالدين في مواطن كثيرة من كتابه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا يغرنك فعل زيد أو عمرو أو تقصير من حولك من إخوانك أو من جيرانك أو من أبناء عمومتك، فإن مثل هؤلاء لا ينظر إليهم إذا قصروا، لكن ينظر إليهم إذا كملت أخلاقهم وزانت أيامهم. فقيامك ببر والديك وتحملك لهما وقيامك بشأنهما عندما يحدودب الظهر وينالهم الكبر ويصيبهم ما يصيبهم من رهق الدنيا، كل ذلك مقربة لك عند ربك وتوفيق لك وذخر لك عند أبنائك، فإن الجزاء من جنس العمل. كذلك مما يشرح الله عز وجل به الصدر، وهذا في كل أمر، سؤالك الله. الله يحب أن يسأل، قل في سؤالك لربك: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. وقطعا والله في تدبير الله ما يغني عن الحيل، ومن توكل على الله كفاه، ومن لجأ إليه جل وعلا آواه. والله يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عذرا أيها المباركون أيتها المباركات إن أطلت، وعفوا إن قصرت، فما أردت إلا الإصلاح ما استطعت. أشكر أهل بريدة جميعا، أميرا ومواطنين ومقيمين، من حضر درسنا ومن لم يحضره، أشكر الأجلاء الفضلاء في مكتب الفائزية، مجلس إدارة ومديراً وأعضاء ومن معهم وأعانهم. أسأل الله لكم جميعاً فرداً الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.